يوم بعد التاني ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بيثبتوا ان هم الافضل والانجح عالميا. خلينا نشوف يعني احد النماذج في دي. ابطال منتخب مصر العاب القوى البارالمبي نجح ان هو يحصد 8 ميداليات متنوعة في ختام بطولة مراكش الدولية اللي بيتم تنظيمها حاليا في دولة المغرب خلال الفترة من 21 حتى 29 من شهر ابريل الجاري. وبتعتبر البطولة دي من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية اللي هتعقد في باريس عام 2024 اللي هو العام الحالي. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي كابتن شعبان الخطيب رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية. صباح الفل عليك يا فندم وألف مبروك. صباح الجمال على مصر كلها وصباح الجمال عليكم الشعب المصري كله. يعني عرفنا في البداية كده إجمالي الميداليات المتنوعة اللي حصدها أبطالنا من منتخب مصر وإيه تقسيم الميداليات دي؟ إحنا بالأمس انتهت فعاليات البطولة والحمد لله كان رصيد مصر من الإنجاز التاريخي في المغرب 8 ميداليات متنوعة، 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميداليتين برونز. عندنا احنا البعثة مشاركة بست لاعبين، ست لاعبين الحمد لله نجحنا وده انجاز تاريخي لمصر ولذوي الاعاقة وهقول للجنة البارالمبية كلها ان احنا ست لاعبين نشارك المنتخب المصري ونحصل على 8 ميداليات متنوعة في بطولة مراكش الدولية المؤهلة. يعني احنا عندنا 2 لاعبين خدوا ميداليتين. عندنا 2 لاعبين، اللاعب كريم واللاعب كريم خد ميداليتين في ال 100 وال 200 واللاعب مصطفى فتح الله خد ميداليتين في ال 100 وال 200 وبقيه اللاعبين كلهم الحمد لله علقوا ميداليات وحاجه مشرفه بارقام جميله وان شاء الله يا رب كده يكلل مجهودنا ان شاء الله في باريس نرفع علم مصر في المحافل الدولية يا رب دايما. في حد ممكن يسأل ايه هي ألعاب القوى البارالمبية؟ كم عدد الألعاب اللي بتتلعب فيها وبتتلعب ازاي مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هي بالنسبة لألعاب القوى المسمى الجميل لها هي اسمها أم الألعاب. أم الألعاب لأنها بتشمل ألعاب كتيرة، ألعاب كتيرة يعني مثلا هي نفس الشريحة بتاعت الأصحاء. يعني مثلا ال 100 متر بيبقى نفس السباق وال 100 متر بس هو بيبقى للأصحاء أرقام وبالنسبة لنا إحنا أرقام تانية. اللي عندنا بنختلف كمان الأصحاء إن إحنا عندنا 100 متر لتصنيفات طبية كتيرة يعني فئات طبية. يعني إحنا عندنا البطل كريم تي 44 ده تصنيف في الجري إعاقة معينة، في الكابتن مصطفى فتح الله اللي هو جايب 2 فضة بيلعب تي 37 فده رقم وده رقم، ده بيلعب في فئة وده بيلعب في فئة. احنا يعني كل حاجة لألعاب القوى نفس الإطار ما عدا إن في بعض الإيفنتات بتتلعب بكراسي متحركة. عندنا برضو في الرمي للأصحاء احنا عندنا في الرمي بيبقى نفس الإطار في القرص والرمح والجلة بيبقى نفس المسابقة بس بتختلف ان احنا عندنا فئات طبية تصنيف طبي بيلعب في الفئة دي مع اللاعب ده ومع اللاعب ده. واحنا الحمد لله لنا تاريخ مشرف في الألعاب البارالمبية. يعني على سبيل المثال انا الدكتور شعبان الخطيب رئيس البعثة كنت بطل بارالمبي في دورة أطلانتا 96 وحصلت على الميدالية البرونزية وكرمت من رئاسة الجمهورية على الإنجاز. إحنا لحد الآن بنكمل المسيرة بوضعي عضو اللجنة البارالمبية المصرية ودي حاجة شريحة جميلة بنعملها دلوقتي إن إحنا نمكن ذوي الإعاقة إن هم يقودوا لعبتهم. صحيح. طيب إحنا أبرز المنافسات كانت إيه يا فندم؟ يعني إيه الدول اللي كانت منافستها صعبة شوية؟ احنا على سبيل المثال الدليل على ان بطولة مراكش دي التامنة بطولة مراكش الدولية كان الافتتاح رائع. عندنا مشاركة لأول مرة تحصل في المغرب، عندنا 64 دولة مشاركة. 64 دولة مشاركة ليه العدد الكبير ده؟ لأن بطولة مراكش هي تعتبر المحطة الأخيرة
ان اي لاعب في اي دوله لازم يجي يشارك فيها، عشان لو عمل رقم هي الرقم ده اللي هيأهله ان هو يسافر باريس، ما عادش اي محطات ثانيه مختلفه غير بطوله اليابان بعد 15 يورو. بعد كده اصبح اللي وصل واللي ترشح واللي خلاص اللي اتأهل ان هو يلعب باريس بعد بطوله اليابان بعد 15 يوم تعتبر ما عادش فيه بطولات توصل ان هو يلعب اولمبياد غير المغرب وغير اليابان بعد 15 يوم. وتجهيزاتنا بقى لباريس عامله ازاي؟ احنا دلوقتي بالنسبه للاعبين زي ما قلت لحضراتكم ثلاث ميداليات ذهب وثلاث ميداليات فضه واثنين برونز. اللاعبين ان شاء الله النهارده ان احنا هنعود لارض الوطن، يعني ان شاء الله هنسافر النهارده، هنرجع يوم الثلاث الساعه 7 بالليل. اللي انا عايز اوصله ان اللاعب هيرجع هيخش للمعسكر بالمركز الاولمبي تاني على اساس ان ما عادش وقت عندنا، يعني احنا النهارده المشاركه اللي جايه اليابان بعد 15 يوم. فاصبح دلوقتي عندنا جهاز فني محترم، وبرضه اسمحوا لي ان انا يعني اخد وقت ان انا اشيد بالقياده السياسيه ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضه وراعي ذوي الاعاقه. يعني معلش انا كنت بلعب في دوره اتلانتا 96، النهارده الدنيا مختلفه، النهارده بقى فيه اهتمام بالذوي الاعاقه في جميع المجالات. فانا من هنا من دوله المغرب ببعث اجمل تحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول له صباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها وعلى الشعب المصري كله. الفرق كان عامل ازاي؟ يعني ايه الامكانيات اللي متوفره دلوقتي بالنسبه للاعبين البارلمبيين وما كانتش متوفره في وقت حضرتك؟ انا على سبيل المثال انا كنت في اتلانتا 96، الاداه اللي انا كنت بلعب بيها القرص والرمح والجله، ودي الالعاب اللي انا كنت بلعبها، يعني ما كانتش متوفره عندي. انا من محافظه كفر الشيخ، ما كانش عندنا الامكانيات اللي تتوفر دلوقتي. سيادتك بعد ما حاليا دلوقتي في نادي كفر الشيخ، نادي الاراده والتحدي، اتبنى لذوي الاعاقه الامكانيات او الدعم اللي بيتوفر للرياضه البارالمبيه من خلال وزاره الشباب فخامه معالي الوزير اشرف صبحي، والدعم اللي بيدوه للجنه البارالمبيه. انا بتكلم من موضع المسؤوليه، انا عضو اللجنه البارالمبيه. النهارده يا فندم اللي احنا ما عرفناش نحققه او اللي احنا ما عرفناش نحصل عليه ايام ما كنا بنلعب، احنا النهارده انا بسعى جاهدا ان انا اوفر هذه الامكانيات في الوقت الحالي لابطالنا الحاليين. صحيح. وعندنا رئيس لجنه بارالمبيه الدكتور حسام الدين مصطفى، يعني مع ذوي الاعاقه من 30 سنه، راجل عنده خبرات، فبيدي اضافه. احنا عندنا اللجنه البارالمبيه استضافت يعني 20 حدث عالمي داخل القاهره، حاجه مشرفه. التنظيم اللي احنا شفناه في المغرب النهارده، احنا مش اقل من الناس دي ان احنا ننظم ده، وبالفعل بننظم. ده حقيقي بالفعل، يعني بطولات مشرفه كتير بصراحه بيعملها يعني ابطالنا من ذوي القدرات الخاصه، وتحديدا في البطولات العالميه بنشوف ليهم اسماء لامعه ودايما بنفتخر بيهم، ودايما بتؤكد ان القياده السياسيه لما رهنت عليهم يا بسنت ما كانش رهانها خاطئ، بالفعل كان رهانها في المقام الصحيح. بشكرك كابتن شعبان الخطيب رئيس بعثه مصر في بطوله مراكش الدوليه، شكرا جزيلا لحضرتك.